طيب خلاص، انا كنت في بدايه الحلقه قلت الجمهور نادي الاهلي النهارده ان شاء الله هننقل لحضراتكم ماتشات الاهلي في بطوله اليد الدوليه، لكن خليني اقول لحضراتكم انه تعذر نقل لقاء الاهلي وبطل مقدونيا، اللقاء اللي كان منتظر ان هو يلعب اليوم بسبب نقل التلفزيون البوسني للقاءين فقط يوميا، ليس من ضمنها لقاء الاهلي اليوم. والتلفزيون البوسني يبث غدا لقاء الاهلي ومونبلييه الفرنسي وفقا للجدول اللي تم تعديله منذ قليل، والذي ادى لعدم اذاعه مباراه الاهلي اليوم من قبل اللجنه المنظمه لبث المباريات في البطوله. القصه باختصار شديد جدا انه احنا كان في تواصل بيننا قناه النادي الاهلي بين اداره القناه وبين اللجنه المنظمه للبطوله وبين التلفزيون البوسني المسؤول عن بث مباريات القناه، وتم الاتفاق على جوده المباريات، وكان مفترض انه التلفزيون البوسني هينقل او هيبث كل لقاءات البطوله، لكن التغيير اللي حصل يمكن من دقائق بسيطه جدا، من حوالي نص ساعه، انه يعني لم يتم الاتفاق بين التلفزيون البوسني واللجنه المنظمه على نقل كل المباريات، وهيتم الاكتفاء بنقل مباراتين فقط بتحددهم اللجنه المنظمه، مش هتكون من بينهم مباراه الاهلي النهارده، لكن من بكره ان شاء الله مباراه الاهلي ومونبلييه، مونبلييه طبعا فريق كبير جدا في كره اليد في فرنسا وفي اوروبا، هتذاع بكره على شاشه الاهلي 10 مساء بتوقيت القاهره، وهيسبقها طبعا وهيتخللها استوديو تحليلي كامل للمباراه. نتمنى ان شاء الله التوفيق لرجالتنا في البوسنه، ونتمنى ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه طيبه وتسعدوا بمتابعتها على شاشه الاهلي بكره ان شاء الله 10 مساء.